اهلا وسهلا بكم مجددا في حلقه مطبخ رؤيا لليوم. انضمت لنا الان الدكتوره ربا مشربش اخصائيه التغذيه. الله يسعدك يا دكتوره. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتوره. كله تمام. صباح الخير. اهلا ايمان. احنا راح نحكي على الاناناس احنا وياك اليوم. اكيد. بس بدنا شفتي الفطيره اللي مسويتها الشيف ايمان؟ ابداع ابداع. ورجيهم اياها. منظرها حلو كثير. هي هيك قبل وبعد. قبل ما تنشوي هيك وبعد الشوي. قبل وبعد. بهاي الطريقه شوف ما احلاها. بعدين شوف احلى الخبز. خبز خبز عجينه بتجنن. بنحب نذوق صح. هلا بدوقك. بس بنحب نذوق يعني. بس بتيجي الكاميرا عليها ببينها. لا لا عند ابو الخطاط برفعي له يلا يا عيني عليك. سخني خطاط بهيها. بقولها بتذكرني بالعجين التركي والطرفهم قبل ما تخلص مع دبس الرمان. وهي بعد ما خبزناها هلا بس انقلها على صحنها. تمام. هلا انا بحط شويه سميد بقاع الصينيه عشان ما تلزق. عشان ما تغلب بالتلزيق. ما تغلب. هلا بنرجع نعمل هيك. تمام. الله. تطلع بالشكل الحلو هذا. رح اقسمها من شقه واحده بس عشان اورجيكم اياها صح؟ اسمعي منظرها طبعا. حلو يعني مش خرجت تتقسم. من طرف واحد شو رايك هي من هون؟ ها نورجيهم اياها. بس كيف تطلع؟ شوف الخبز شو زاكي. بتعرفي بيني وبينك حرام والله عم تخرب منظرها. خلص رح اخليها هيك زي ما هي. خلص خليها زي ما هي. لاش نخربها بعد اذنك سيد سمير. طيب. يعني هذا دليل انه بتذوقها بعدين يا سمير. بتذوقها بعدين. انا يعني جهز حالي. خلي منظرها حلو. حطها قدامك تشمي ريحتها. ريحتها كثير حلوه. وهي الصوص تبعها جاهز وانا هيني قاعده جنب سمير. صرت افكر القطعه اللي قطعتها فيها سوسج ولا لا. لا كله فيها سوسج. رح احط هاي بالفرن واجي اقعد جنبك. طيب. اليوم بدنا نحكي احنا والدكتور ربا اكيد عن الاناناس. ايش عامله اول شيء ايمان بالاناناس؟ عامله تارت كنافه. تارت كنافه. هاي خربت. سامحيني سامحيني. لا عدلت الكنافه. يلا دخلت مكون صحي. عادي وعادي. وفيها فيها اناناس وكرز وكيوي وفراوله. والله اوكي. تارت فواكه يعني. هاي كنافه معدله. معدله جدا. مش مخلي فواكه اللي حاطه فيها بس هي ما لها موضه الكنافه تارت. يا ستي شو ما تسوي؟ مش مع الموضه. بتعرفي احنا الفراشات يعني صعب بحبوا الالوان وبحبوا اكيد صح ولا لا؟ ورائع بكل بتسوي لنا اياه اكيد الشيف. الله يسعدك ايمان. يعطيك العافيه ايمان. طيب احنا بدنا نحكي عن الاناناس. بدنا نحكي قبل ما انا مشكلتي الوحيده مع الناس كيف بتقشر. لطريقه تقشير هيها ايمان شطوره. هم من برا اول شيء لازم تقيم الدويره. هاي كلهم 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 بتقيمهم هيك بتشيلهم وحده وحده بعدين بتقطعها وبتصير تمام. طبعا سؤال مش معنا بالمنهج كثير ومفيد جدا. طيب قطع وحده على الهواء مره. السعرات الحراريه هلا عندنا كوب من الاناناس يعني بيطلعوا تقريبا شيء اربع شرائح مقطعين كيوبس مكعبات في بتوصل ل 80 سعره حراريه يعني الحصه تقريبا ثلاث شرحات. غني جدا بالالياف تقريبا فيه 2 جرام الياف بهاي الكميه وبيعطي اكثر شيء بيميز الاناناس اللي هو عندنا فيتامين سي يعني الكوب بيعطيكي تقريبا 105 او نقدر نحكي 100% من احتياجاتك من فيتامين سي خلال هذا النهار. فهذا اللي بيميزه. وفيتامين سي بنعرف انه من الفيتامينات المضاده للاكسده مفيد جدا للبشره مفيد جدا لماده الكولاجين اللي بالبشره مفيد جدا للوقايه من عده امراض وامتصاص الحديد. فمش غلط بالسلطات للناس اللي دائما بيسالوني عن الحديد وكيف نعزز من امتصاص الحديد. لما نعمل سلطه سبانخ لما نعمل اي شيء كوكتيل مثلا في ناس بيعملوا سبانخ ممكن نضيف فيه الاناناس. يعني طبعا. السيدات اجمالا لو تحكي لها شو مفيد للبشره الا تشتري. لا طبعا وتشربه تحكي لها اقول لك تشقلبي مفيده للبشره تشقلب. بس شوف التغذيه السليمه عن جد تنعكس على البشره يعني هلا اكيد في ناس بشرتهم في شيء عامل جيني في تاثير الشمس طبعا. طبعا. بس مثلا احنا بنلاحظها كمان بمراكز التغذيه لما حدا بياكل عن جد بطريقه غير صحيه وتبدا تشرب مي وتاكل فواكه وخضار كله بصفى هيك بفرق الوجه بتحسي في نضاره بتحسي في هيك نور طالع يعني بفرق كثير. شوف في في درينك اسمه كوكتيل اسمه دكتور جرين بحطوا له اناناس سبانخ واناناس وكيوي بحطوا له سبانخ وكيل واناناس وكيوي كذا عشان يصير في حديد مع الفيتامين حديد سي. مع الفيتامين سي هذا بيساعد. هلا مش انه الاناناس فيها نسبه بسيطه من الحديد يعني 3% 2% من الاحتياجات مش شيء بس هي الفيتامين سي دائما بيعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتيه. اكيد اللحوم الكبده الدجاج اكيد فيها حديد اكثر بس اذا احنا بدنا نركز على المصادر النباتيه او نعزز من امتصاصها دائما بندمج فيتامين سي. فبنقول لهم مثلا مع السبانخ حطوا ليمون مع العدس حطوا ليمون. هي حطينا فكره كمان الاناناس. اذا حكينا بيعطينا 100% من احتياجاتنا من فيتامين سي
حكينا فوائده، وكمان بيعطينا تقريبا 80% من احتياجاتنا من المنغنيز من المعادن المهمة، بدخل في تركيب عدد كبير من أنزيمات الجسم، فبرضه مهم جدا. وفي نسبة أكيد من المعادن الثانية، البي فيتامينز المهمة لإنتاج الطاقة، بي 6، في كمان عندنا كوبر، فيه نسبة من المعدن الكوبر، فيه نسبة من البوتاسيوم. قد الواحد بده ياكل مثلا باليوم؟ قد ايه بده؟ هلا هي الحصة بتختلف الطازة عن المعلبات كمان. هلا هي الحصة كوب مقطع، يعني تقريبا أربع شرحات، هاي حصة فواكه. احنا لازم نتناول في النهار ما بين حصتين لأربع حصص من عدة أنواع مختلفة. فإذا حابة تاكليهم من من الأناناس ثلاث أربع شرحات، أصلا بتحلي، هو حلو طبعا، فيه سكريات طبيعية. تقنع يعني؟ ايه تقنع. بتقنع. بتعطيك الحلاوه اللي بدك اياها يا سمير. طيب فهذا بالنسبه للفيتامينز والمعادن. هلا في شيء كمان بيميز الاناناس، اللي هو عشان هيك انزيمات من الاناناس تستخدم بمطريات اللحمه، اكيد ايمان تعرف، في زي البهارات بسموه ميت تندرايزر، يعني مطري لحمه، ملينه اللحمه، هاي عباره عن انزيمات زي الانزيم الموجود بالاناناس اسمه البروميلين، هو عباره عن انزيم، بروميلين او هيك اسمه، عباره عن انزيم موجود بالاناناس. وعاده كثير مرات في وصفات لما يحطوا جاجن اعو مع اشياء بطلع عصير اعو بطلع عصير الاناناس، في اناناس بسخسخ بذات اللحمه، والله بطرة. هاي من الاشياء بتخليك تطري اللحمه، الاشياء بالمطبخ ممكن تستخدمها حتى لو ما طبخت بالاناناس، بس انت بتحط شرائح اناناس او بتحط زي ما حكيت عصير اناناس، لانه هذا الانزيم عباره عن انزيم بيساعد على هضم البروتين، فلما ينهضم البروتين او يكسر البروتين بيزيد من طراوته وسهوله الطبخ تاعته. فهي من الاشياء الخدع اللي بيستخدموها بالمطبخ او الاشياء اللي بيستخدموها بالمطبخ. طيب فشت اسرارنا. برضه بيساعد بالهضم يعني طبعاً. للناس اللي عندهم مشاكل بالهضم مش غلط، نفس مبدا اللبن يعني، كمان لجماعه الوزن بس مبدا اللبن زي اللبن بنحطه على اللحمه، نفس المبدا لانه فيه اثر وكذا برضه بيضري. عشان هيك هلا ليش للناس اللي عندهم مشاكل الهضم ممكن يساعدهم الاناناس او يريحهم شوي، برضه لانه ممكن بعد الوجبات الدسمة مش غلط تاخذ الاناناس، يعني برضه عشان هذا الانزيم، بس هو تطبيقاته اكثر بالطبخ. للوزن في كثير ناس بيخافوا من الاناناس، بس ما في، عادي هو حصته زي اي حصه من الفواكه الثانيه، فانت لا وبيشبع وبيعطيك طعم الحلاوه، فبنقدر نستخدمه اكيد بحميات الوزن. عاده بدل حصه بنعطي ثلاث شرائح من الاناناس، فتقدر تستخدمه بالحمية. أكيد أي إشي زيادة عن اللزوم بيزيد الوزن طبعاً. يعني إذا الواحد بيأكل بس ما حد، يعني عادة ثلاث أربع شرحات الواحد بحلى، خاصة استخدامه بالحلويات أو الأشياء الثانية. بقنع. على قولة سمير. على قولة سمير. طيب مرضى السكري. مرضى السكري كمان يعني في كتير، دائما في معتقد شائع جدا إنه في ناس مرات بفكروا سكري إنه أبدا ما لازم أكل فواكه، وهذا من المعتقدات الخاطئة جدا. مريض السكري بيقدر يأكل فواكه زيه زي أي شخص ثاني، ولكن بده ينتبه للكمية والحصة اللي مفروض يتناولها يوميا. فبقدر يتناول من شرحتين لثلاثة اللي هي بدل حبة فاكهة، بالعكس بيساعده، بس مش مثلا ثلاث أربع حبات فواكه مع بعض أو مش بعد الأكل مباشرة، عشان نقدر ننظم على نسبة السكر في الدم، إنه لما ترتفع ترجع تنزل بطريقة طبيعية. بس هو بيشبع، الفايبر بتساعد على امتصاص، إنه تظبيط مستوى السكر في الدم ويقلل من المشاكل. فأكيد مريض السكري كمان بيقدر يستمتع، بس مش عصير أناناس، لأنه يعني العصير فيه سكر كتير، خاصة لما نعمل إحنا عصائر فواكه راح تستخدم أكثر من حبة فاكهة، وأكيد كمية السكر راح تكون بالكاسة كتير أكثر من إنه لما تأكل حبة فاكهة. لما تأكل حبة فاكهة يدوب بتوصل كمية بسيطة من السكريات، بس لما تشرب عصير حتى لو طبيعي أنت عم تأخذ كميات سكر مركزة. ف يعني أتذكر أنا بالنسبة بدك سوري بس بتذكر لما كنت مع ربا مرات فتره، ما انا كل ما ازيد 2 كيلو بروح عند ربا بتوتر، فكانت تقول لي دائما دونت درينك يور كالوريز، يعني ما تشرب الكالوريز تبعك، ما تشرب السعرات، يفضل السعرات الحراريه تاكليها تشبعي منها مش تخطيها، لانه بدك ثلاث بردانات ليعملوا لك كاسه هالقد. لا احسن تاكلهم، عرفت، تاكلهم تستفيد منهم. معنا اقل من دقيقه. اللي زي حكايتي بيعرفوش يقشروه المعلب، انا بدي اعمل لك حلقه خصوصي. هلا المعلب المشكله انه بنحفظ بسائل محلول سكر، فلمريض سكري او ناس بيهتم بالوزن بده ينتبه او بده يشطفه كله كثير منيح. على فكره معلومه للمطبخ كمان، انه الاناناس
مع إشي جيلاتين الأناناس الطازج مع إشي فيه حلو فيه جيلاتين ما بيزبط، لأنه بهضم الجيلاتين وما بيخلي الجيلاتين يشتغل مزبوط، بيكسر الجيلاتين. فدائما المعلب نقدر نستخدمه بالحلويات، بس إذا فرش مع جيلاتين ما بيزبط. لا إحنا ولا حدا فينا من الشباب، ولا حدا فينا، ولا حدا فينا بيفتح علبة الأناناس وبزقع المي لجوا، ولا واحد، ولا واحد فينا صح؟ بزقعش المي لجوا، ولا رامي، ولا حد. يعني لازم تديروا بالكم. لا أنا مش ربا مش موافقة، ربا مش موافقة. المي مش مفيدة. ماشي. تحتين يا سمير. الله يسعدك.